بوجي. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو يا خوت. المهم كيف ما ودناكم كل حد غنعود نرمي لكم فيديو، واليومات الاخرى نقدر نطور نرمي فيه على حسب الخوت. المهم هذا الفيديو هذا المهم خاص بالناس المبتدئين، الناس اللي يلاه كسبوا كليبات وبيبداو يخدموا معاهم في الدار. الحصة ديال اليوم اخوتي غتكون على بابوجي، انك تقول لك كليبك يبقى بلاصتو ما يتحركش منها. المهم الحصة الاولى غتكون هي هذه اخوتي اللي غنخدموا مع الكليبات، شي حاجة اللي غتكون سهلة. المهم بلا ما نطول عليكم هذه المقدمة الخوت، نبداو مع الكليب ديالنا، حاجة اللي غتكون سهلة الخوت. اول حاجه تحتاجو هو ريكومبونس الخوت، انا تنجيب ليه الكاستر وعلى حسب نتوما شنو تيبغي الكلب ديالكم. كاين اللي تيخدم معاه بلوبجي وماكله، على حسب شوف انت اش تفضل الكلب ديالك. المهم غنبداو الحصه هو انك تجيب الكلب ديالك، ويكون اول حاجه الخوت خصو يكون تعرف اسي ولا كوشي. دافع هذا كيف غتلاحظوا دابا لا كوبي غتلاحظوا اخوتي حنا على الصداع ما غاديش تسمع الصوت مزيان. غتجيب لك الجاكو خاص معاك وغتعطي اسي، وين تكتب ديالك تي اسي تحاول تكاريسي كاريس الكلب ديالك اسي و اسي با بوجي. اول حاجه تقول ليه با بوجي وتترجع خطوه للور با بوجي وتجي وتعطيه ماشي 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 تنقول ليه اسي با بوجي وتنتفاوت عليه، لا ترجع خطوه وحده خطوه وحده بحال هكا. نتوما شوف عصي با بوجي ترجع خطوه وحده ترجع هنا ماشي يعني. با كاريسي انا وليت المره الاولى رجعت خطوه وحده، المره الثانيه نرجع جوج كيف غاد واحد هذا جينا عصي با بوجي با بوجي. بصح لاحظوا كل مرة تنزيد خطوة، كل مرة تنزيد خطوة. هانتوما با بوجي با بوجي بونجي با بوجي. دابا غنعاود نبعد كتر، وبالنسبة بابوجي بلاك بالنسبه للكليبات اللي باقيين صغار ما نحاولش انني نبعد عليهم بزاف، فهمتي اختي؟ هو جوج ورجع عنده الكاريسي ونعطيه وتلي بي غير الكلب خليه يجري بون شيان علي، فهمتي؟ باش الكلب ما يملش معاك في التمرين، ديما الكلب يبقى بخاطرو وما تحاولش انك تبقى كيف نقول لك ما تقجرش على الكلب ديالك. الميساج تمنى غيكون وصلكم، نخليكم مع التمرين تشوفوا كيفاش لا كلاش بي زيد سي با بوجي با بوجي با بوجي. واه اجي هذه بي سي تلاحظوا ملي تنجي نعطي الكلب ريكومبونس ديالو تنكاريسي تنحاول نفهمو ان ديك ملي جلستي راه مزيان، ونحاول عاوتاني مثلا لي شو ديالكم اللي تيكونو باقيين صغار نحاول نلعب معاهم بهاد التمرين. كيفاش نلعب معاهم؟ مثلا تنقول ليه بابوجي ملي تيبقى ملي تيدير بابوجي تيبقى بلاصتو، نحاول انني نتخبى عليه عاد نعيط عليه مثلا نحاول فهمتوا الفكره اللي غنوصل لكم الخوت. تحاول تخلي داك التمرين تخليه لعب باش الكلب حتى هو يستمتع معكم بالتمرين. لا كوبي اسي
Va bouger. Va bouger. Va bouger. دونك تحضر خوتي، نتمنى ان الفكره تكون وصلتكم طريقه اللي سهله. بابوجي الطريقه اللي سهله بزاف الخوت، ما تحتاج شي جهد، ما تحتاج شي حاجه اللي صعيبه. تحتاج منكم اخوتي الماكله ولا شي لعبه ديال الكلب، شي وبجي ديالو. والطريقه هي شتوها، كل مره ترجع خطوه، ماشي ترجع اون دي بارتن تنبعد عليه المسافه، لا داكشي تدريجي. رجعت خطوه وحده، رجع عندو الكاريسي ونعطيه، المره الثانيه رجع جوج وتدريجي داكشي. المهم اخوتي، هنا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا اللي غيكون خفيف ظريف. وما تنساوش تبارطاجيو الخوت الفيديو، ما تلقاش تفاعل بزاف في الفيديوهات اللي طرحت لكم. واي واحد بيعلم شي طريقه للكلب ديالو يخليها ليا في لي كومونتير الخوت، وغادي نحطها لكم في فيديو. اي حاجه كيف ما كانت قولوها لي في لي كومونتير الخوت، راه كنجاوب كلشي. واللي عنده شي سؤال حتى هو يحطوا لي في لي كومونتير الخوت. والتحيه لكم، وبارطاجيو الفيديو اخوتي.